واحنا موجودين في المخيم يا اولاد اتقابلنا مع بنوته ضحكتها لذيذه جدا، والحقيقه هي اسمها اخلاص. ولما تلاقي في المخيم اخلاص رغم كل الظروف الصعبه اللي الاولاد عايشينها بتبقى حاجه تملانا احنا بالامل لما نشوف وجوه مليانه بجد بمحبه الرب يسوع في وسط كل الاوقات الصعبه دي. ازيك اخلاص؟ كويسه. قولي لي بقالك قد ايه هنا موجوده في المخيم ماريليا؟ يمكن 6 شهور هيك 7 شهور. 6 شهور 7 شهور وجايه من الموصل؟ ايه. احكي لي عن الوقت اللي انت سبتي فيه بيتك يا اخلاص، احكي لي عن احساسك ساعتها و فاحكي لي اكتر. يعني افتقدت كثير من يعني من رحنا طلعنا من الموصل افتقدت وفكرت اني راح افتقد صديقاتي كثير وما راح اشوفهم، وبيتنا واثاثنا اللي بينه افتقدتهم يعني كثير، وفكرت هيك اشياء انه راح ياخذوهم وهذولا، فحتى قمت افتي في ذاك الوقت. قولي لي اخلاص لو انت تعالي نفكر كده مثلا بعد 10 سنين نفسك تشتغلي ايه او تكبري تعملي ايه لما تكبري ويبقى عندك مثلا 20 سنه او 25 سنه؟ اسوي جمعيه خيريه واساعد الناس الفقراء مثلنا من كنا صغار وافكر بينا، واهم اسوي جمعيه خيريه لتساعد الاطفال. فكر فيه معاكي كده وباجابته. تفتكري لو حصل انه انتوا طولتوا شويه في المخيم ويمكن ما رجعتيش تاني على بلدك تزعلي من يسوع؟ لا ما راح ازعل. طب ازاي انت دلوقتي بتقولي ان انت نفسك قوي انك ايه؟ بس ما راح ازعل لان هو ربي يسوع ما راح يزعل ولا واحد منه، وهو اصلا راح يستجيب لطلبي لان هو ربي يسوع. انت عندك ايمان صح؟ ايه. يعني انت اخلاص وعندك ايمان. ايه. طب اخلاص لو انت دلوقتي نفسك تصلي لرب يسوع تحبي تغمضي عينك وتصلي؟ بص يا اخلاص بصراحه يعني انا شايف فيكي وفي ولاد كتيره في المخيم انتوا مبسوطين قوي وجواكوا راحه وفي ابتسامه كبيره جدا على وشكوا، وانا بيفرق معايا جدا اشوف الابتسامه دي دايما على وشكوا. ويمكن في اطفال تانية عايشين في دول مرتاحه اكتر لكن ما عندهمش نفس الابتسامه الموجوده على وشكوا دي. تحبي تقولي لهم ايه الولاد اللي عايشين حياه افضل من الحياه الصعبه اللي انتوا عايشينها لكن مش مبسوطين؟ اقول لهم خلوا ابتسامه على وشكم لان انتم عايشين ببيوتكم ومثلنا عايشين، احنا عايشين بخيام وهيك بدنا نضحك، لعاد انتم عايشين ببيوت ومرتاحين هيك بدنا نضحك، وشويه حطوا الابتسامه اكبر على وشكم. ممكن اخلاص نفسي نسمع صلاتك، لو انت دلوقتي تخيلي لو غمضتي عينك في لحظه وحسيتي ان انت دلوقتي واقف قدامك يسوع نفسه. يا ربي يسوع رجعنا الله يخليك على بيوتنا، وريد نشوف أصدقائنا يعني اشتاقين لهم كثير. أمين يا إخلاص.